أن يعني تنتقل هذه الأعمال أو هذه التظاهرات من سلمية إلى شيء آخر؟ أولا هذه المظاهرات سلمية رغم كل كان يتوقع أن تكون مسلحة. هناك تحركات مسلحة نعرف عنها جيدا في البلد تقوم بها أطراف عديدة، أنا لا أحكي عليها، هذه نحكي على حراك الشارع الوطني. أنا أقول الشارع الوطني واستعمل في الاصطلاح الوطني حتى أفرق ما بين ما هو سياسي وما هو وطني. عندما إذا كان التكتلات السياسية والزعمات السياسية تريد أن تلعب لعبة المناكفة السياسية لن نصل إلى شيء. وأنا لا أطرح طرح مثالي، ربما أنا أعقب هنا على الدكتور عبد الحميد رغم أنه لم يكمل وجهة سنعود تصلب. نعم نعم. أنا لا أدعو إلى حل مثالي، أنا أدعو إلى حل واقعي، والحل الواقعي هو العودة إلى المربع الوطني. والمربع الوطني نحن أن يتفاوض الناس على أسس وطنية، الأسس الوطنية تقول لن نفرط في شرعية، ولكن الشرعية ليست لاصقة بأعضاء المؤتمر. أعضاء المؤتمر هم بالتصويت على خارطة الطريق اعترفوا بأن مدتهم قد انتهت. لماذا يمددوا إذا وبالتالي هم ليس بالضرورة يكونوا هم أعضاء المؤتمر، يجرى استفتاء ويأتي جسم شرعي في المؤتمر الوطني بطريقة من الطرق على كافة القوى الوطنية الموجودة واللي قدمت أكثر من 29 مبادرة أن يجدوا حلا دستوريا لهذا الأمر. عندما يأتي الحل الدستوري يجب أن نرجع فورا إلى صندوق الانتخابات، الشارع هو الذي سيحدد منذ الآن فصاعدا مثل ما حدد في شهر 7 من يحكم هذا البلد بالطريقة الدستورية. طيب اليوم مجموعات اللي هي تندد بالتمديد سنشهد خروج مجموعات أخرى تطالب بالتمديد بفعل فاعل وبتحريض قوى معينة. طيب إذن التشويه العمل الوطني لازال موجود. طيب دعني حتى يكون تفاعليا دكتور نعمي أعرف رأي سيد شمام في هذا الموضوع. سيد شمام لك التعليق. لا 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 هذا ليس بصحيح، مع كامل احترامي وتقديري. هو الآن بستمع عليك سيد شمام. لم يقوده أحد. هذا الحراك لم يدعو له أحد. هذا الحراك نابع من حركة الشارع نفسها. قد أتفق معها، قد تحاول قوى سياسية استغلالها، هذا شيء يحدث في كل التجمعات وفي كل التظاهرات. ولكن هذا الحراك الذي جرى اليوم هو حراك شعبي أصيل ومباشر ولم تتدخل فيه القوى السياسية. القول بأنه تم تقديم الدعم اللوجستي أنا أتابع فيها بشكل كبير جدا هذا الحراك. لا أعتقد أن هذا كلام صحيح أو كلام دقيق. قد حاول البعض، قد يحاول البعض، وضع حقهم الشرعي. عندما يتحرك الشارع فإن القوى السياسية تحاول أن تلعب دورا ما في هذا التحرك، هذا حقهم الشرعي لا أنزعهم. ولكن أن يوصف حراك اليوم من طبرق إلى البيضة إلى المرج إلى بنغازي إلى جدابية إلى طرابلس إلى كثير من الأماكن، أن يوصف بأن هذا التحرك قد حركته مجموعات لها أهداف، هذا أيضا يصب في نفس الحملة التي سبقت هذا التحرك عندما تم الحديث أن هناك قوة تريد أن تصغل. طيب أنا أعتقد أنه حراك حرام، حراك شعبي. نعم لا هناك من لا هناك شخص أحد تدخل فيه كما تقول. أنا أجزم أن هذا الحراك لم يحركه أحد غير مطامح الشارع. طيب قبل أن أعود إلى سيد النعمي سأسأل السؤال ذاته إليكما الآن، كيف نستفيد من هذا الحراك وعدد الاستقالات تتوالى في المؤتمر الوطني؟ كيف يستفيد المؤتمر من هذا الحراك الديمقراطي السلمي بهذه الصورة سيد شمال؟ أنا أعتقد أنا قلت أن أريد آلية فقط، أريد نقاط معينة سيد شمام تحددها. سيد شمام اعذرني، أريد نقاط معينة تحددها بأن يستفيد منها المؤتمر. نعم أريد منك أن تقدم نقاط يعني فعلية يستفيد منها المؤتمر الوطني تحديدا من الاستفادة من هذا الحراك السلمي. أنا مجرد إعلامي مراقب يقدم وجهة نظره فيما يجري من أحداث. موضوع المبادرات، هناك قوى وطنية عديدة قدمت، لجنة العمل الوطني، لجنة الحوار الوطني، أكثر مبادرات كثيرة ومعظمها تتقاطع في بعض النقاط المهمة. هذه المبادرات عرضت وكان مفروض هي تكون المبادرات التي تناقش في المؤتمر، ولكن الأحزاب السياسية، التقاسم السياسي، الكيد السياسي هو الذي أبعد هذه المبادرات الجدية وحصرها في لعبة التقاسمات وفي لعبة التنازلات التي رأيناها حتى خرجت علينا هذه التوصيات السيئة.
وبالتالي لما أقول يجب أن تنتهي لعبة السياسة لتبدأ لعبة الوطنية. طيب. قد يكون هذا طرح مثالي، لأن حتى القوى السياسية عندنا غير ناضجة، وهناك أحزاب تجمد نفسها، وهناك أحزاب بالدكنوني، وهناك أحزاب نصفها مقاتلة ونصفها مسلحة ونصفها في البرلمان. هذه ليست أحزاب سياسية، هذه أشكال طفيلية إلى حد طيب. كبير جدا في العمل السياسي الحقيقي. يعني أنت تشير نعم. العمل على الأسس الوطنية. جميل. الأسس الوطنية تنبع من الشارع، الشارع سيفرز قياداته، الشارع سيفرز مجموعاته. طيب سيد تمام. هذا بعض الوقت. طيب. ولكن المهم أن هذا الشارع يجب أن يردع من يحاول أن يلعب بالسلاح. هناك من يحاول أن يلعب بالسلاح. هناك من يحاول طيب. أن يفرض واقع بالسلاح نعم. وبالتالي الشارع عندما يخرج يرضى هذه القوة نعم. من هذا اللعب الذي رأيناه والتوتر الذي رأيناه خلال 48 ساعة الماضية. نعم سيد شمام، أعود مرة أخرى إليك. الحلول كثيرة ربما، لكن الملفت للنظر الذي ذكرته سيد الشبار في تظاهرة اليوم في طرابلس، تقول أن هناك إجماع ربما في التظاهرة اليوم عن التسليم للجنة الاستشارية للمحكمة الدستورية العليا اللي تسلم السلطة أو المؤتمر يسلم السلطة لهذه اللجنة. أنا لا 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 أدري إذا كان هناك إجماع أو غير إجماع. هناك مظاهرات في عدة مدن ليبية ربما هي تحكي على جزئية معينة من مجموعة معينة كانوا قريبين منها. أنا أعتقد هناك أيضا إشكالية في النظام القضائي. النظام القضائي لم يستطع حتى الآن أن ينفذ قانون العدالة الانتقالية بسبب ربما خلاف على هل هذا الجسم القضائي قد لازال يعاني من أمراض حقبة 42 سنة وهو جسم قضائي كامل ونزيه إلى ما ذلك. وبالتالي الحل ليس في يد النخبة. إعطاء النخبة الحل في اعتقادي مغامرة خطيرة جدا. الحل يجب أن يكون عند الشارع الواعي، وشارعنا اليوم واعي. الشارع طيب. هذا إذا استمر، الشارع هذا هو اللي حيمنع علينا الانقلابات. لاحظوا إذا الشارع غاب عن الشارع لحظة واحدة الانقلابيون حياتون من كل مكان. لأن من في يديه السلاح إذا لم يستطيع أن يحتكم إلى الديمقراطية سوف يحتكم للسلاح، وبالتالي ردع السلاح لن يتم إلا بهذا الشارع الواعي السلمي. طيب. السلمي السلمي السلمي. نعم في هذه الدقائق سيد شمام كإعلامي نعم كإعلامي وأنت لديك قراءاتك، ماذا تتوقع في يوم الغد؟ هل لديك معلومات معينة تتحدث عن تحركات ليس ربما؟ لا 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 ليس لدي معلومات، ولكن سمعت اليوم في العديد من الشوارع حديث على عصيان مدني وهو أيضا شكل حضاري وشكل سلمي ومسالم. المهم أن يكون هناك دائما تنبيه، هناك جرس إنذار يأتي من الشارع إلى النخبة السياسية أو إلى المؤتمر الوطني وأعضاء أن عليكم إيجاد الحل. أنا أعتقد أن فيه حلول مطروحة، حلول مطروحة. نعم. يجب أن يبدأ الحوار من جديد، ليس بشكل سياسي، ليس خلف أبواب مغلقة أمام الناس. ونحن في المحطات الفضائية نقول قناة ليبيا الأحرار مستعدة أن تنقل هذا الحوار العلني للناس جميعا. فليجتمعوا أصحاب المبادرات أصحاب الحلول ويقدموا حلولهم في لقاءات علنية، ونرى أيضا الشارع يتجه إليه إلى أي حل. في النهاية أنا أقول الجسم الشرعي الوحيد هو المؤتمر الوطني، وأنا أقول التضحية بهذا الجسم الشرعي عمل خطير وعمل انقلابي. طيب يعني هل تعتبر التسليم على هذا الجسم الشرعي، هل تعتبر الحديث عن التسليم غير مرغوب بالضرورة إلى أعضائه؟ طيب فقط هذه النقطة سريعا حتى أختم معك سيد شمام، هل تعتبر مسألة التسليم إلى اللجنة أو المحكمة الدستورية العليا أمر مرفوض مع التجربة الديمقراطية؟ أنا شخصيا ليس لدي تجارب مع هذه المحكمة الدستورية. المحكمة كشكل الدستورية كشكل سيد محمود شمام أن يتم نقل السلطة نعم عذرا سيد شمام أحكام اعتباطية وليست أحكام دستورية. طيب لا العذرة فقط حتى أصحح دستورية تحكم وفق للدستور ليس لدينا دستور. طيب ماذا حتحكم باسم من؟ بالإعلان الدستوري الذي موجود يعني ربما حاليا، لكن فقط من حيث النقل أو من حيث التفكير في مسألة نقل من سلطة تشريعية منتخبة إلى سلطة موجودة ك يعني سلطة قضائية، يعني مسألة انتقال السلطة للسلطة الحاكمة السلطة التشريعية هل تعطى كمبدأ إلى سلطة قضائية؟ يعني كمبدأ أتحدث السلطة القضائية دائما تستخدم للتغطية على العمل الانقلابي،
أوكي، أنا أعتقد أن العمل الحقيقي هو رجوع هذه ثورة شعب يوم 17. طيب أشكرك جزيل الشكر الإعلامي محمود شمام، كنت معي عبر الهاتف من القاهرة.